نطلع برضو نشوف كلمة إبراهيم العمري فاروق، نجل الوزير العمري فاروق، وماذا قال في حفل تأبين نائب رئيس النادي الأهلي الله يرحمه الوزير العمري فاروق. مساء الخير جميعا. في الحقيقة ما خطرش في بالي أبدا أو حتى مر في أسوأ خيالاتي إن في يوم من الأيام هبقى واقف هنا وبنعي والدي وأقرب صديق ليا ومثلي الأعلى العمري فاروق، اللي بتشرف إن أحمل اسمه ملازما لاسمي مهما حييت، وإني أكون نائب عن أسرته الصغيرة اللي بذل كل غالي ونفيس من أجلها، جنبا إلى جنب اللي بذلوا لبيته الكبير النادي الأهلي. العمري ما كانش مثال للأب الحامي العطوف والمخلص بس، ولكنه كمان كان قائد. كان قائد ومثل يحتذى به في المجتمع، كان دايما بيسعى في الخير والعطاء للآخرين، وكان دايما يعني كان دايما الوفاء بواجباته تجاه أسرته أو مجتمعه أو وطنه. وفي اليوم ده رغم أني أفتقد فعلا وجوده وأشعر بالوحشة بدونه، يكون عزائي الوحيد أني واقف بين جدران النادي الأهلي، النادي اللي ملحه طاقته وتركيزه كله حتى أفنى آخر لحظات عمره فيه، واقف كمان وسط أصحابه وأصدقائه من مجلس الإدارة ومحبيه سواء من السادة الأعضاء أو الجمهور العظيم، علشان نخلد ذكراه زي ما تعودنا وتربينا على مبادئ النادي الأهلي اللي ما بينساش رموزه. ولأني عارف إن الكلمات مش هتكفي لوصف اللي قدمه العمري فاروق لنا ولنادينا، فإني بالنيابة عن أسرة العمري فاروق أتوجه بالشكر والامتنان. أتوجه بالشكر والامتنان للكابتن محمود الخطيب وجميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وإدارته التنفيذية. بتوجه بالشكر ليهم على كل حاجة، على مساندتنا من اللحظات الأولى للأزمة الصحية اللي تعرض لها والدي حتى دلوقتي. كل من ساهم في هذا التأبين لتخليد سيرة والدي والحضور الكريم على الدعم المتواصل. ومرة تانية أتقدم بجزيل الشكر لمجلس الإدارة اللي سعى جاهدا لمساندتنا طوال الأزمة وتكريم والدي بعد رحيله بالصورة اللي تليق بيه وتقديمه كرمز للتفاني والإخلاص. وزي ما علمني والدي فإني عرفانا بالجميل أقول لهم إننا دايما بنساندهم وواقفين في ظهرهم من أجل رفعة نادينا العظيم. وفي الختام ندعو الله أن يتغمد والدي العمري فاروق بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ونجعل ما قدمه في ميزان حسناته ويرزقه الفردوس الأعلى. شكرا.